وهذا أيضا فضيلة الشيخ يقول: أنا إمام مسجد، فقد طلب مني المصلون في المسجد أن أقرأ عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين القادم، يوم 12 من ربيع الأول. لا 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 تقرأ عليهم هذا، لا تقرأ عليهم يوم الاثنين أبد. إنسان أن هذا من أجل يوم الاثنين اللي هو يوافق 12 ربيع اللي هو محل البدعة، فلا تقرأ عليهم ولا تستجب لهم. نعم.